التسلل كان على مهاجم فريق نوفارا. دي جينارو يرسل كرة طويلة، انطلاقة من بيبو انزاكي سدد، والكرة داخل الشباك. السوبر بيبو يحرز هدف بطريقة رائعة. بيبو انزاكي يتمكن من احراز هدف التقدم لفريق ميلان. بيبو انزاكي بطريقة مذهلة امام الاستقبال، مراوغة في مرة أولى وفي مرة ثانية، التسديد في الزاوية الصعبة من جانب بيبو انزاكي. أمامنا ذهاب وإياب، أندات وريتورنو، والتير القوي كان من جانب بيبو انزاكي أعلن من خلاله هدف التقدم. الكرة استلمت بمدافع نوفارا وغارتت على سونتانا. ميلان ياخذ الأسبقية مع المستحيل من خلال هذه اللقطة. تشاهد صعب الهدف على هذا المشاهد، نشاهد بالفعل هدف التعديل لنوفارا بواسطة اللاعب المتألق، اللاعب رقم 9 بيرتاني. الجزاء محاولة من جديد في انطلاقة من يسعى الإحراز، هدف ثاني يحسب لأن الهدف اللي أحرزه انزاجي أنولاتو تم الغاء. محاولة تسديد رائعة، تمكن من احراز هدف التألق، هدف الانتصار، هدف التأهل للدور القادم. جرانتي تيرو كان من جانب فلاميني، يخالف فونتانا من بعيد، والميلان يتمكن من احراز هدف. في هذه المره يحسب، في هذه المره يسجل، في هذه المره يدون. الميلان توي نوفارا اونو. المفاجاه استمرت حتى الدقيقة 81 ليأتي الحد بعد تسديدة رائعة من جانب اللاعب الفرنسي.